أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نحاول من خلالها الإجابة على سؤال أسباب تأخر الحسم في اليمن وإطالة أمد الحرب، لماذا وما هي المآلات؟ أكثر من عامين منذ انطلاق عاصفة الحزم والتي كان على رأس أهدافها إعادة السلطة الشرعية وإنهاء الانقلاب في اليمن. حتى اللحظة لم يسقط الانقلاب، بل أن المناطق التي تم استعادتها من ميليشيا الحوثي والمخلوع باتت ممنوعة على الرئيس هادي والكثير من أعضاء حكومته، بعد أن سيطرت عليها قوات تابعة للتحالف العربي بقيادة إماراتية وميليشيات محلية تابعة لها. عندما طلقت عاصفة الحزم اعتقد الكثير من اليمنيين أنها ستكون حربا سريعة، خصوصا في ظل إجماع شعبي على الوقوف ضد حليفي الانقلاب، لكن ما حدث بعدها جعل الآمال تتراجع والحرب تطول أكثر مما ينبغي. يقول البعض أن قوة حلف الانقلاب هو العامل الرئيسي في تأخر حسم الحرب، خصوصا وأن هذا الحلف يتوافر على مخزون كبير من المقاتلين والسلاح، مع إجادة اللعب على وتر مخاوف القوى الدولية، ما جعل التحالف العربي يخسر التأييد الذي حاز عليه لحظة انطلاقه ووضع أمامه الكثير من الخطوط الحمراء التي تضعها هذه القوى. لكن الحقيقة التي تبدو أقرب إلى الواقع تشير إلى أن حسابات دول التحالف هي السبب الرئيسي لطول أمد الحرب في اليمن، والدليل على ذلك كما يطرحه أنصار هذه الرؤية هو ما يحدث في المناطق الجنوبية التي حولها التحالف إلى مناطق خارج سيطرة السلطة الشرعية، متعمدا إضعاف وجودها هناك لمصلحة جماعات مسلحة وكيانات سياسية تشبه كيانات الإنقلابيين في صنعاء. عام ثالث لحرب كان يفترض أن تمتد لأشهر فقط، ما الذي جعل هذه الحرب تطول أكثر مما ينبغي؟ وما هي حدود مسؤولية التحالف عما يجري الآن في البلد؟ وما هي مخاطر ومآلات طول أمد الحرب على اليمن وجواره؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة من فضاء حر مع ضيفينا من برلين الطبيب والكاتب دكتور مروان الغفوري، ومن الرياض الخبير العسكري اللواء المتقاعد محمد القبيبان. وارحب بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك. تساءل اليمنيون لماذا طالت الحرب في اليمن كل هذه المدة؟ من وجهة نظرك لماذا طالت الحرب؟ والبداية معك سيد القبيبان. مساء الخير عليك المشاهدين والضيف الكريم من ألمانيا. مساء الخير. يعني في الحقيقة أنا لما ماني موافق على كثير ما ذكرتي حضرتك في مقدمة التقرير، لأنه أنا أعتقد أنه التقرير بحد ذاته في مغالطات كبيرة، والتقرير أنه لم يصاوب الحقيقة أو لم يكن يعني بعكس للصورة الحقيقية التي لو نتذكر يعني قبل عامين من الآن كيف كان الوضع وكيف أصبح. أي نعم أنه في حال بعض الأزمات مثل الأزمة اليمنية لابد أن يكون هنالك يعني أو ستكون نتاج هذه الأزمة يكون نتاجها بعض الصعوبات، وبعض الصعوبات خاصة عندما نتحدث على أنه البلد أساساً قبل يعني يتم محاولة الانقلابيين الحصول على الشرعية كان هنالك صعوبة حتى في إبان الرئيس صالح المخلوع، كان هنالك صعوبة في المكونات اليمنية، في هنالك خلافات. أي نعم أنا هنالك فيه مكونات يمنية، البلد قائمة على بما فيها برلمان وبما فيها أحزاب وبما فيها معارضة ورئاسة، هذا بحد ذاته كان يعني في صالح اليمنيين، ولكن لم تكن البلد تقاد بما هو وضع لها من بلد مؤسساتية. على العموم فأنا لا أؤيد كثير ما ذكرتي، ولكن خلينا نجي على النقطة الأساسية لعل أن أثناء النقاش يعني طيب نخرج بنتيجة صحيح. لكن أيضا لم تجيب على السؤال المتعلق لماذا طالت الحرب في اليمن، لماذا تأخر الحسم لهذه المعركة؟ نعم، الحسم في بلد كبيرة زي اليمن بجغرافيتها وبتنوع مؤسساتها وأحزابها، وكذلك يعني لابد أن نتذكر بأنه البلد اختطفت اختطاف كامل، حيث أنه يعني الأسلحة الحرس الجمهوري كان هنالك للأسف إعداد
بقيام الانقلابيين باختطاف السلطة، فكان هذا الوضع مرتب منذ نتكلم على 2004 أو 2005. وفجأة يعني انقلب الانقلابيون وحاولوا الوصول إلى الشرعية بلا أن تمت يعني ما حصل. والآن عندما نرى الوضع الحالي وما نرى عليه الوضع، أنا لا أتكلم على مساحات جغرافية بأنه تم استعادة 80% أو أنه تم استعادة الشرعية، لا، نحن نتحدث على أنه في هناك مشروع خطير كاد أن يؤدي إلى أو يؤدي باليمن إلى الهاوية، ألا وهو مشروع التمدد الإيراني. النقطة الأولى التي نتحدث عنها هنا، التمدد هذا أوقف وأفشل المشروع الإيراني بحيث أنه يكون هنالك الأذرع أو أذرعة الحوثي يعني تستولي على السلطة. هذا أولا. ثانيا، لإعادة الشرعية لابد أن يأخذ وقت. نحن نتحدث عن حرب محدودة. في العلم العسكري سيدة أسوان اتخذت قوات التحالف هذا المجال، ألا وهو الحرب المحدودة. ما هو المقصود بالحرب المحدودة؟ الحرب المحدودة بأن لا يكون هنالك تدمير كامل للبنية التحتية بقدر المستطاع، لا يكون هنالك إصابة للمدنيين بقدر المستطاع، يكون استهداف لجماعات انقلابية تعمل كميليشيات. هذا هو التحدي. أيضا يجب أن نتذكر بأن القوى التي استحوذت عليها الميليشيات مع أو التحالف صالح والميليشيات، أيضا هذا واجه تحدي كبير كذلك. أيضا يعني في نقطة أرجو أنك تعطيني فرصة، لم تأتي قوى التحالف بأن تقوم بالحرب عن الرجل اليمني، لا، إنما كان هنالك أهداف واضحة استراتيجية في الحرب، وتمت يعني تم القيام بها أثناء عاصفة الحزم، ومن ثم تحولت العمليات إلى إعادة الأمل على أن تعاد العمليات العسكرية بقيادة يمنيين رجال اليمن بشرعية وبالمقاومة. نعم، سنرى إذن بعد قليل إذا ما يعني فعلا عجز التحالف عن إيجاد الرجال اليمنيين الذين يدافعون عن الشرعية في البلد وينجزوا المعركة. يعني أتحول إليك الدكتور مروان، السؤال نفسه، لماذا برأيك تأخر الحسم في البلد؟ وهو السؤال ربما الذي أرهق اليمنيين لما يعني تجاوز العامين. يعني أنا بتقديري أن المعركة أو الجزء السعودي من المعركة لم يتأخر. حسم في خلال 29 يوم عندما أعلنت المملكة العربية السعودية أن عاصفة الحزم أنجزت مهمتها ودخلنا في طور جديد اسمه عاصفة الأمل، مرحلة رومانسية كما تشير التسمية. لنتذكر أن إعادة الأمل، لنتذكر تماما أن رفق انطلاق عن عاصفة الحزم كاريكاتير شهير لصحيفة الشرق الأوسط، الصحيفة السعودية اللندنية، يظهر في الكاريكاتير رجل دين إيراني وهناك والملك سلمان يقطع اليد الإيرانية في اليمن، كاريكاتير مباشر للغاية، ولكنه يقول كل شيء، لأن الجزء السعودي في عاصفة الحزم هو قطع اليد الإيرانية، بمعنى تدمير كل القوى الميليشوية أو القوى الرسمية التي قدمت ولاءها مباشرة أو بشكل غير مباشر لإيران. دمرت حوالي 90 لواء عسكريا وأنجزت المهمة، سيطر على الفضاء الجوي في خلال 15 دقيقة كما قال الناطق الرسمي باسم التحالف، وبعد 30 يوم قيل بأن المهمة قد أنجزت، وبالتالي المهمة الجزء السعودي من الحرب أنجز، وبقي الجزء اليمني معلقا. لماذا؟ لأنه استعادة الدولة اليمنية كما قيل في يعني ضمن خطاب عاصفة الحزم، الخطاب المرافق للأداء العسكري، بأنه المهمة كلها أن العملية كلها قامت لاستعادة الدولة اليمنية. الدولة اليمنية أو سؤال الدولة اليمنية لم يكن قط مشكلة سعودية، أو لم يكن قط واقعا ضمن دائرة الاهتمام السعودية. منذ 1902 عندما تأسست المملكة الدولة السعودية الثالثة، توسعت في الأخير، تأسست الدولة السعودية الثالثة على الفضاء اليمني وأخذت حوالي 300,000 كيلومتر مربع. عموما ليس هذا موضوعنا، هذا موضوع تاريخي معقد للغاية. إنما كان هناك دولتان اشتركتا في الحرب، المملكة العربية السعودية والإمارات، واستأجرتا ثاني الدولتان حوالي 11 دولة أخرى معهما، 11 دولة مستأجرة، لكن القوتين الأساسيتين كانت المملكة العربية السعودية والإمارات. المملكة العربية السعودية أنجزت مهمتها خلال 30 يوم، أما الإمارات فلا تزال تنجز مهمتها.
طيب بعباره واحده دكتور مروان، بعباره واحده، هل يمكن ان تلخص لنا لماذا اذا تاخر يعني الحسم طالما والسعوديه اعلنت منذ وقت مبكر بانها انجزت المعركه خلال 30 يوم؟ ممكن العربيه السعوديه يا سيدتي انجزت معركتها ان تقطع اليد ان تقطع اليد الايرانيه. لنتذكر ان تنظيم القاعده سيطر على حضرموت في 2013 في حين انه الحوثيين سيطروا على صنعاء في 2014. لم تكن صنعاء باكثر اهميه من حضرموت. لكن ايران اكثر خطوره على المملكه العربيه السعوديه في تقدير السعودي من تنظيم القاعده، لذلك اثيرت المملكه العربيه السعوديه عندما سقطت صنعاء ولم تثر عندما سقطت حضرموت. كما قلت انا بانه المهمه السعوديه انجزت وبقيت المهمه اليمنيه، لان السؤال لان الهدف كان هدفا تنكريا يعني لاسعاد الدوله اليمنيه. اذا انت تقصد، هل افهم من كلامك يعني دكتور انه المشكله الان مشكله الشرعيه وليست مشكله التحالف؟ يعني في يعني هذا سؤال معقد، من الصعب جدا ان نضعه على قسمه الى A وB وC، لانه في الاخير السعوديه تقاتل في اليمن ايران ولا تقاتل لمصلحه الدوله اليمنيه، وهي في الاخير غير معنيه بان تخوض قتالا لمصلحه الدوله اليمنيه، انما الحرب الهجينه التي حدثت في اليمن وهو انه المقاتل اليمني وجد نفسه بعد سنتين ونصف من الحرب امام اسئله غايه في الخطوره، ان تشارك حوالي 350 الى 400 دبابه ومدرعه في تحرير مدينه عدن، في حين تخوض المقاومه في عدن على مدار ما يقرب من 1100 يوم معركه بدبابه واحده. ومن الصعب جدا ان تقنعيني ان الطائرات التي قامت بقصف الحرس الرئاسي في عدن لأن رئيس الجمهورية تجرأ وأقال رجلا ميليشويا نعرف صفة كنيته ونعرف اسمه قبل صفة اسمه كنيته أبو قحطان، فتقوم مقاتلة التحالف بقصف الحرس الرئاسي لأنه تجرأ على أبو قحطان. من الصعب القول بأن مثل هذه القوة معنية تماما بمسألة استعادة الدولة مؤخرا. إذن يعني قوة التحالف تنتصر حينما تريد ذلك وتتأخر أو تتباطأ يعني حينما تريد. هذا السؤال هو أوجهه الآن لسيادة اللواء محمد. هذه المفارقة أيضا في إنجاز المعركة بشكل سريع وحاسم وخاطف في بعض المناطق في الجغرافيا اليمنية وتأخرها بشكل غير مبرر في مناطق أخرى، كيف يمكن أن نفهمه؟ ما في شك انه التضاريس ترى تلعب دور كبير، وتواجد القوات بمعنى تواجد القوات الافرع الاربع لما يكون هنالك قصف بحري ووجود مشاه ووجود قوات جويه، هذا ما يسهل العمليات. فلو نتكلم جغرافيا عن جمهوريه اليمن نجد انه هنالك سهول جهه او سواحل ومناطق منبسطه الى حد ما في الجنوب. هذا تقريبا السبب الرئيس مما عجل من العمليات. وايضا يعني لو نلاحظ في اثناء او قبل تقريبا عده اشهر تم تحرير المناطق التي هي جهه الساحل الغربي من المخا وذباب واتجاها شمالا حتى اخيرا تم اعاده معسكر خالد. التضاريس لعبت دور كبير في العمليه العسكريه. ايضا اذا نظرنا مع يعني تذكرين حضرتك كذا مره تكلمنا يمكن معكم في البرنامج في المناطق الشمال اللي هو من جهه مأرب والجوف، لم يكن هنالك صعوبه ايضا لسهوله التضاريس ولا يوجد في صعوبه في التضاريس لانها تلعب دور. العمليات العسكريه حاليا تتطلب وجود قوى بريه على الارض، ولكن لصعوبه التضاريس والمجازفه ما انا ما اراه كمحلل عسكري بانه التاخير ليس معيبا في ظل هذه الظروف الصعبه. هذا يعني تجاوب او اجابه لسؤالك في بعجاله. كيف ليس معيبا؟ يعني الا تقدر لا تقدر قوه التحالف العربي الكلفه الانسانيه الباهظه لتاخر هذه المعركه؟ لا سيدتي، ما في شك انه كل دم يعني ازهق او استشهد في هذه الحرب فهو دم عزيز وغالي على كافة دول التحالف. يعني إحنا لا نتكلم على أنه سوف نكون يعني دول التحالف أتت لتعيد الشرعية وتقدمها على طبق من ذهب لأبناء اليمن، لا، هذه عمليات عسكرية طلبت من فخامة الرئيس هادي
وبمشاركة الجيش الوطني اليمني. وما نراه حاليا في العمليات العسكرية نرى هنالك تقدم كبير. أي نعم في أجزاء بسيطة يعني هي التي نواجه فيها صعوبة، ولكن لا يعني هذا أنه لا يوجد إخفاقات، لا، في إخفاقات كبيرة وفي تحديات نواجهها. ولكن أنا كنا ودي أعلق على كلمة الأستاذ مروان لأنه قال كلمة جد مهمة ودي أتكلم عنها، أنه قوات التحالف أو المملكة جاءت لتقاتل إيران ولا تقاتل إصلاح اليمن. لا يا أستاذ مروان، ما كان ينبغي أن نقول هالمصطلح. المملكة العربية السعودية أتت أولا بدعوة من فخامة الرئيس، وكذلك لأهمية اليمن استراتيجيا، وحضرتك والسادة المشاهدين عارف ما هي أهمية اليمن وما هو ضرورة استقرار اليمن لأمن الإقليم وأمن المنطقة وأمن دول مجلس التعاون. أما فيما أن نقاتل إيران، نعم إيران مدت أذرعها وحاولت أن تختطف اليمن عن طريق الحوثيين، لذلك قامت قوات التحالف بقطع اليد الإيرانية. سنعود إلى هذه النقطة لنناقش ما إذا كانت فعلا قوة التحالف استطاعت أن تقطع اليد الإيرانية في اليمن. لكن يعني السؤال للدكتور مروان، استمعت ربما إلى أن الأسباب التي أخرت إنجاز المعركة في بعض المناطق كما يعني يرى يعني سيادة اللواء بأنها أسباب جغرافية بحتة، كيف تعلق على ذلك؟ يعني أو تتعلق بالتضاريس كما قال؟ هناك كتاب قديم عمره أكثر من 2000 سنة كاتب صيني، مفكر سياسي عسكري صيني شهير، كتاب اسمه فن الحرب، يقول في مقدمته: ونعلم جيدا أن التضاريس جزء من آلة العدو. العدو الذي يملك تضاريس جيدة من يصبح في منعه، ولكن عمرها ما كانت المشكلة في الأساس. يعني ما الذي يجعل تضاريس حضرموت سهلة وهي صحراء مترامية الأطراف بتضيع فيها جيوش نابليون، في حين انه تضاريس الحديده صعبه مثلا؟ لنكون واضحين، لدينا في محافظه تعز جيش عسكري قوامه رسميا 32 ألف مقاتل، في حين انه يطلب من هذا الجيش بان يخضع حتى بحسب التقارير الرسميه التي بتعدها قياده المحور، مطلوب من هذا الجيش بان يخضع على الدوام للسلطة الأخلاقية والمالية لميليشيا غير مفهومة غير واضحة الهيراركية، بيقودها رجل مجهول كنيته أبو العباس. يعني في الأخير فيما يخص مسألة الاستقرار التي أشار إليها العميد، أنه الاستقرار في اليمن، أن السعودية معنية تماما بالاستقرار في اليمن، وأن الاستقرار اليمني، استقرار اليمن جزء من الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. نحن نعلم جيدا أن سياسة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود السابق كانت بتقوم على أساس أن زعزعة الاستقرار في الدول المحيطة بالمملكة العربية السعودية يحقق الاستقرار أو بيخدم الدالة الأمنية السعودية. لا توجد دولة تفكر بهذه الطريقة، لذلك نعتقد أن الملك سلمان وهي وكعادة الملوك والأمراء السريريين الذين يثورون منذ اللحظة الأولى على السابقين، كما حدث مع الملك فهد عندما ثار على عندما أحدث انقلابا ثقافيا ومعرفيا على الملك فيصل، مع أنه كان بينهم ملك في الوسط، حاول أن يقلب المعادلة كليا، وأحدث انطلقت عاصفة الحزم لكي تعيد تعريف الأمن السعودي بشكل آخر على الطاولة، لكن سرعان ما تاهت عملية عاصفة الحزم في الطريق، لأنها لم تكن واضحة المعالم، بسبب أن المملكة العربية السعودية كانت تريد في الأساس أن تهزم إيران لا أن تستعيد الدولة كما قلنا سابقا، وهذه نعم. مشكلة عويصة جدا. نعم، إذا غياب لكن الرؤية. خليني أشير بس أخلص طيب. الجملة بس، لأنه في الأخير مسألة الأمن، الاستقرار في المملكة في الجمهورية اليمنية، إذا كان مسألة سعودية أو لا، أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية لديها اعتقاد أنها قادرة على أن تخلق الاستقرار في اليمن بشكل أو آخر دون أن تنجز اليمن دولتها الوطنية، بمعنى أنها يمكن أن تنجز الاستقرار في اليمن في مرحلة تحت الدولة، وقد فعلت ذلك على مدار عشرات السنين. لذلك فيما لو طالت الحرب هي بتعتقد المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل الدول التي ستهرول إلى إحداث استقرار في الجمهورية اليمنية عبر تشتيت الجمهورية اليمنية إلى مجموعة من الدول، وليس الدول، الدول الصغيرة المستقرة فيما بينها. طيب، إذا أشار الدكتور مروان إلى غياب أو تخبط الرؤية أو عدم وضوحها بالنسبة للتحالف العربي يعني حينما تدخل في اليمن. سيادة اللواء،
ألا تعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل الوضع يمضي إلى هذا المآل؟ يعني أنا لا أوافقك فيه ولا أوافق السيد مروان عندما يتحدث أنه الحكام أو القادة في المملكة العربية السعودية ينظرون إلى أنه اليمن عندما يصبح مزعزع تكون هنالك أو يكون هنالك استقرار. هذه رؤية قاصرة وليست رؤية استراتيجية وليست حقيقية في الواقع، لأنه يعني ما الذي يثبت عكسها؟ لا ما أنا جايك في الكلام معليش. بالعلم هكذا، إذا أنه جنبك دولة فاشلة أو دولة آيلة للسقوط فسوف يمتد إلى 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 إقليمك. يعني إحنا نتكلم الآن فقط على مرض الكوليرا. مرض الكوليرا بحد ذاته الآن يعتبر خطر يهدد المملكة العربية السعودية ويعتبر مرض عابر للحدود. فأنا أعتقد أن هذا قصور في الرؤية الاستراتيجية، ويعني ودي أنا أدخل في يعني معمعة أو أنه يعني تفسير وتحليل أكثر من كذا. ما ذكره السيد مروان عار عن الصحة. المملكة العربية السعودية دائما وأبدا ترى في استقرار اليمن أهمية كبرى لاستقرار الخليج والاستقرار المنطقة، ولا أود أن أدخل في تفاصيل أكثر من كذا. أما أن هنالك تخبط في الرؤى سيدتي الفاضلة، أنا لا أعتقد أن هنالك تخبط في الرؤى. نحن نتكلم عن دولة اختطفت اختطاف كامل، دولة تم يعني سحب كافة قواتها العسكرية، قواتها الاقتصادية، قواتها المالية بتخطيط مسبق. نتكلم على حروب عديدة يعني كانت ما بين المخلوع والانقلابيين، سواء هذه الحروب مخطط لها أو مراد لها ضمن يعني مؤامرة كبيرة على المنطقة، أو أنها كانت تقوم رغبة من الانقلابيين الحوثيين بأخذ إقليم إلى آخره. لذلك أنا لا أرى أن هنالك تخبط في الرؤى، إنما كان التخبط للقيادات السابقة مما طيب دعنا من هذا الحديث حول ما تم الإعلان عنه والتصريح به يعني عند انطلاق عاصفة الحزم أو عملية التحالف. دعنا نذهب الآن إلى الشواهد على الأرض. ماذا تقول بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام سيادة اللواء؟ الرئيس هادي لا زال حتى الآن في الرياض، وعدد من رجال حكومته لا يستطيع العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في الوقت الذي يتم دعم ميليشيات أو جماعات مسلحة خارج إطار أو خارج سلطة الشرعية في عدن. هذا إذا ما يعني أتينا لهدف المتعلق باستعادة الشرعية. أما فيما يتعلق بإسقاط الانقلاب فالانقلاب لا زال باق على ما هو عليه في المناطق المسيطر عليها شمال البلاد. ما الذي فعله إذن التحالف خلال هذه الفترة الماضية؟ يعني إذا أنه تم استعادة عدد أو مساحة كبيرة جغرافيا، وتم استعادة كثير من المواقع الاستراتيجية، تم تحييد التهريب بأقصى جهد تقوم به القوات التحالف، تم يعني إيقاف عمليات التهريب إلى المملكة العربية السعودية ومحاولة إطلاق الصواريخ. يعني من وقت إلى آخر لو تتذكرين كان في بداية الأزمة كان هنالك يعني كثير من الخروقات لحدود المملكة العربية السعودية وتوقفت. نحن نتكلم على حرب ليست يعني حرب ليست متكافئة، تتكلم على حرب ضد جماعات ميليشياوية. نعم، لكن كل هذه المظاهر التي تحدثت عنها لا زالت موجودة بعد كل هذه الجهود التي قام بها التحالف. ما الجديد؟ لا أنت تقاطعيني الحين، خليني أوصل لك الفكرة وأنا يعني راح أسمعك. لكن أنا أقصد سيدتي الفاضلة إنما تقارنين في حرب غير نظامية وتريدين أن تصبح هذه الحرب نظامية. لا، هذه معادلة غير صحيحة. أنا رجل عسكري وأفهم ماذا تعني الحروب غير النظامية، هذا أولا. ثانيا فيما يخص أنه يعني لم تعاد الشرعية، لا بالعكس، الشرعية هذه الآن مسيطرة على جزء كبير من الدولة. هذه الدولة الآن متقدمة إلى أن تعود إلى مجراها الطبيعي، ولكن تأخذ وقت. فيما يخص أنه لا يستطيع الرئيس يعود إلى عدن، لا، هذا أمر شأن داخلي. أنا لا يعني لست معني بإني أفهم لماذا لا يعود الرئيس بحد ذاته. لا، الحكومة هناك تم اتخاذ نعم سيادة اللواء، لكن أيضا إنه هنالك أي لكن أي الواقع على الأرض يعني تقول بأن الإمارات منعت الرئيس هادي من العودة إلى عدن. لا، إحنا لا نتكلم على أشياء قالوا وقلنا، لا، إما أنك
تأتيني بتصريح رسمي. لمس قال وقلنا يعني هذا الرجل يعني منع من النزول في مطار عدن، وهذه واقعة مشهودة يعني والجميع يعرفها. نعم، الآن لو نتحدث بهذا الأمر بما أنه مثلا من قبل دولة الإمارات، أنا ما أتوقع أنه إلا لتكون لأسباب يعني أسباب استراتيجية، أسباب أمنية، أسباب تتعلق بأمن فخامة الرئيس. هذا هو الأسباب التي رأتها دول التحالف بأنه تواجد الرئيس هناك قد يتعرض إلى أخطار هو بإمكانه أن يدير الدولة خارج الدولة. وما دام أن الحكومة موجودة، فأنا لا أعتقد أننا نتكلم على شخص واحد، يعني الحكومة موجودة الآن وهي تدير الدولة بما تستطيع به من قدرات. نعم، وهل يمكن أن نفهم أيضا دعم الإمارات لشخصيات تم إقالتها من قبل الرئيس هادي وخصوم الرئيس هادي أيضا في سياق دعمها للرئيس هادي وحفاظها على أمنه؟ هذا شوفي، الآن التغيرات التي تحدث الآن في اليمن تغيرات أنا أتوقع أنها من مجمل الصورة الاستراتيجية لعودة الاستقرار في اليمن. لابد أن يكون هنالك تنسيق كامل ما بين الثلاثة أطراف، الحكومة الشرعية، قوى التحالف، من يقوم بالعملية العسكرية في الجنوب اليمني. هذه لا 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 نستطيع أن نخوض فيها ما دام أن هنالك لا يوجد دلائل على يعني أن هنالك في محاولة لشق صف التحالف أو محاولة لانقسام التحالف. لا، نعم. سأعود لك في هذه النقطة تحديدا لمعرفة موقف السعودية من الإمارات فيما يتعلق بهذه الإجراءات الأخيرة التي شهدناها للإمارات في عدن. دكتور مروان، يعني برأيك أنت كيف تقرأ بقاء هادي حتى اللحظة في الرياض، مع حديث يعني يجري في الكواليس بأن الرجل واقع تحت الإقامة الجبرية وممنوع من الظهور إعلاميا، خاصة ونحن بنظر إلى ما يحدث أيضا في الجنوب من إجراءات للإمارات المتحدة بالمخالفة تماما لسلطة الرئيس يعني هادي؟ شوفي، أولا أعتقد أنه من الجدير الإشارة إلى التقرير الذي ذكرته لوموند على شكل في خمس حلقات في الخمس أيام الماضية. في الحلقة الأخيرة أو قبل الأخيرة يشير لوموند إلى أن التشكيل السكاني لجنوب اليمن كالتالي: 40% من السكان في مثلث ردفان الضالع ويافع، ثم 60% على أرض واسعة بتبلغ مرة ونصف حجم بريطانيا العظمى. هذه الأرض بالنسبة لدولة طموحة هي بين قوسين أصبحت الجديدة مثل الإمارات، هي أرض ثمينة وخالية من السكان، لن تتنازل عنها. لكن لأكون واضحا معك، الإمارات كلبشت المملكة العربية السعودية، بمعنى كلبشت. المملكة الإمارات دولة ضاربة القوة الاقتصادية، صندوق أبو ظبي السيادي يقترب من تريليون دولار. الإمارات دولة بتقدم نفسها على مدار اللحظة بأنها أحد الضامنين المستدامين لمصالح الرأسمالية الأوروبية والشكل الجديد للإمبريالية الأوروبية. الإمارات دولة بتقدم نفسها أمام المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية دولة سيئة السمعة في أمريكا وأوروبا، وهذا ليس جزافا. من يتابع الصحف الأوروبية والأمريكية يوميا يدرك بأن هذا بأن الاتحاد الأمريكي، المملكة العربية السعودية دولة سيئة السمعة، وتقدم الإمارات نفسها على مدار اللحظة بأنها قادرة على أن تغسل سمعة المملكة العربية السعودية لدى الدوائر الغربية. ومن يقرأ الإيميلات العتيبة، السفير العتيبة، يجد هذه الإشارة واضحة في نصوص الرسائل مراسلات العتيبة، عندما يحاول مثلا أن يجمل شكل الأمير محمد بن سلمان، يقول بأنه بأن لابد أن نفعل في واحدة من الرسائل، يقول لابد أن نبذل قصارى جهدنا لكي يصبح ملكا. لذلك المملكة العربية السعودية بحاجة الإمارات، كلبشت الإمارات المملكة العربية السعودية، لأن الإمارات برضو دولة إمبراطورية مالية، والمملكة العربية السعودية لا تستطيع خاصة في حرب هجينة كالذي يجري في اليمن غير معروف مداها، لأن نعلم جيدا أن بإمكان أي أحد أن يعرف أن يدرك متى ستقوم الحرب ولا يعلم أحد متى ستقف. فالمملكة العربية السعودية بحاجة إلى الكتفين الإماراتيين المحملين بالذهب، لأنها مسألة، لأن الحرب اليمنية حرب بتتطلب إنفاقا مستداما. ماذا عن تواجد الرئيس هادي في الرياض، كيف تفسره دكتور مروان؟ المملكة العربية السعودية تريد أن يبقى الرئيس هادي في الرياض لأسباب كثيرة جدا، من ضمنها أبسطها وسبب أحادي، أن الحرب كلها قائمة على أساس شرعية هذا الرجل، وهذا الرجل مهدد بالقتل في أي لحظة
في بلد غير آمن ولا يعرف أحد شريكه من عدوه، خاصة في المناطق الجنوبية، من غير المستبعد أن يقتل هذا الرجل في أي لحظة، فتخسر المملكة العربية السعودية الدجاجة التي تبيض ذهبا. في حين بالنسبة للإمارات، اصطدمت الإمارات مع هذه في أول لحظة، خاصة بعد أن يعني المعلومات بتقول أن منصور هادي شقيق الرئيس هادي أصبح يدير، كان من عدن بدأ يدير المشهد على طريقته، فكانت الإمارات حريصة على أن يكون هو أحد أول المغادرين قبل أن يغادر الرئيس هادي. عندما قال هادي يعني أصدر قرار بإقالة محافظ من المحافظ، أحد مستشاري يكتب أحد مستشاري محمد بن زائد النهيان أنه على الشريك أن يحاط بمثل هذه العمليات، ولذلك سيأتيكم الرد. يعني هل أفهم من كلامك بأن السعودية الآن مجبرة يعني للعمل مع الإمارات ومتماهية مع أجندة الإمارات في الجنوب؟ السعودية إمبراطورية عظيمة لا تعرف أسباب قوتها، السعودية دولة غاية في القوة لكنها لا تعرف أنها قوية، لذلك تصغر يوما بعد يوم أمام قوة الإمارات المتنامية للأسف. طيب يعني نعم سيادة اللواء، يعني هناك شريحة من اليمنيين، نعم هناك شريحة من اليمنيين ما زالوا يعتقدوا أن ما تنفذه الإمارات في اليمن خارج أجندة التحالف العربي، ولا زالوا يترقبون موقفا مختلفا للسعودية. كيف تنظر أنت إلى هذا الطرح؟ لا هذه سوف نعم فهمت. لا خليني بس أنا أوضح النقطة، لأنه الأخ مروان أنا أعتقد أنك يعني يوجد لديك فكر في قراءة الاستراتيجية الدولية، إذا أنك بتعتمد على صفحة أو مقالة فوالله هذه مشكلة وتسيء إلى دولة بأنها سيئة السمعة. فأنا يعني هنا دولة المملكة العربية السعودية ليست بحاجة لأن أنا دافع عنها، لأن يعني معروف سياسة المملكة العربية السعودية في العالم وهي السعي إلى الاستقرار العالمي وإلى آخره. فأرجو أن لا نأتي إلى صحف وتكون هي مرجعيتنا، نحن الآن نتحدث في قناة محترمة، يجب أن تحترم الدول ولا يجب التلفظ وتعدي الحدود في هذه الألفاظ. نحن هنا في لقاء، عندما تتحدث بأن المملكة مكلبشة من قبل الإمارات، هذه قراءة فقيرة من قبل حضرتك للوضع. وإذا كثرت في صحف تانتان ولا ميكي ماوس، لا، أرجو أن يكون هنالك حرص في الكلمات، أرجو أن يكون هنالك إيصال الرسالة لكي نفهم لماذا الوضع تأخر في اليمن. فأرجو منك عندما تطرح اتهامات جزافا يجب أن تكون تستند على أشياء. إذا أنت تؤكد الآن بأن السعودية متماشية ومتماهية مع الإمارات فيما تفعله في اليمن. ليس صحيح الكلام هذا، نحن نتكلم عن عمليات عسكرية جد معقدة. العملية العسكرية الآن، الانقسام اليمني بالإضافة إلى الانقلابيين بالإضافة إلى وجود صالح، صعب الموقف، وهنالك يعني جد صعوبة في الموقف لحله. يعني كنا نتوقع أن يقف الأخوان اليمنيين حتى تستقر الأمور، ومن ثم يأتي بكل من أراد أن ينشئ حزبا أو كل من أراد أن يعمل إلى أطراف أخرى في وقتها المناسب، لا ضير في ذلك. نعم، لكن ما يحدث على الأرض عكس تماما ما تقول. يعني الإمارات الآن ذهبت لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي قبل أن تنجز المعركة الكبيرة، معركة يعني استعادة الدولة واستعادة الشرعية في البلد. لا، هذه نظرة غير صحيحة. نحن لا نتكلم فقط عن اليمن، اليمن ليس جزءا ما هو الجنوب، اليمن بمساحته الكبيرة فهو يمنا واحدا، لا تحاولي أن تقسمي اليمن إلى أجزاء. الآن هنالك بعض خلافات حاصلة ما بين الأحزاب اليمنية، ما بين الشرعية، أي نعم وجود خلافات، لا نختلف في أن هنالك وجود خلافات، ولكن ننظر بالصورة أوسع، هنالك تحديات أخرى في المناطق الغربية، في المناطق الشمالية لاستعادة الشرعية. ما يحدث الآن يحدث في أي دولة في أي مكان، سواء في السلم والحرب. فتخيلي أن هذه، طيب ما هي هذه التحديات يا اللواء؟ أنا أقول لك أن التحديات يجب أن تلعب الحكومة دور أكبر في إعادة الصف اليمني. لا، دول التحالف لن تتدخل داخل الشأن اليمني الخاص، دول التحالف تلعب دورا رئيسيا في عودة الشرعية بطرد الانقلابيين، ومن ثم من هنالك يتجه اليمنيين على ما يريدون.
مجموعة أقاليم أو تريد بما تريدها، هذا شأن داخلي يمني. ولكني أنا يعني ما يعني ألا تعتقد سيادة اللواء بأن يعني دول التحالف تدعم عكس هذا التوجه، هي تدعم كل ما يجعل الحكومة غير قادرة على إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها؟ لا لك أجل رشولر تروح القوات هذه، وهنالك شهداء وهنالك دماء تم يعني تقديمها لليمن. هذه نظرة تعتبر يعني لا مؤاخذة نظرة قاصرة جدا. يعني هنالك عدم فهم للواقع الاستراتيجي للوضع بأكمله في اليمن. لم تأتي دول التحالف لتزعزع اليمن. أنا ما أفهم يعني من أين أتيت بهذه الطروحات. هذه طروحات لا يتحدث بها شخص، يعني نحن أتينا بهذه الطروحات بسبب يعني كثير من الشواهد على الطروحات، إنما تأتي على الأرض سياسة اليمنيين. نعم. هناك تأخر في الحسم اقترب من العام الثالث، هناك يعني تعثر أو تباطؤ في إنجاز معركة تعز وهي على بعد كيلومترات من الجنوب، هناك أداء غريب وخارج سياق الدولة للإمارات في عدن، هناك دعم لخصوم الرئيس هادي أيضا في الجنوب، إضافة إلى يعني أداء حتى فيما يتعلق بإدارة العمليات العسكرية، عدم وجود غرفة عمليات مشتركة لقوات الشرعية والتحالف، إضافة إلى إضعاف معنويات الجنود سواء على صعيد عدم صرف المرتبات لهم أو حتى عدم مداوات جرحاهم. في هذه النقطة سيد مروان، إلى أي مدى تعتقد بأن كل هذه الشواهد أضعفت فعلا حلف التحالف العربي، أم أنه كما يقول البعض الأمر لا يتعلق بهذه الأمور وإنما يتعلق بقوة الجانب الآخر وهي قوة الإنقلابيين الذين لا زالوا يمتلكوا حجم أيضا غير قليل من التسليح ومن المعنويات أيضا لمواجهة التحالف لوقت طويل؟ يعني كما قلت في البداية هذه حرب هجينة، يسموها الألمان هيبريد كريج. الحرب الهجينة غالبا بتكون متعددة الأبعاد، وبالتالي داخل هذه الحرب وداخل جبهة الشرعية، لنقول جبهة الشرعية التحالف، لدينا مجموعة معقدة ومتناقضة أحيانا مستعصية من المشاريع. المملكة العربية السعودية تخوض حربها الأساسية وهي حرب تبدو مفهومة لأنها تخوض الحرب أيضا في نيجيريا، حرب شرسة في نيجيريا عبر وكلاء الدولتين الإيرانيين والسعوديين على كل المستويات. الإمارات بتخوض حربها، الشرعية اليمنية بتخوض حربها، لكن للأسف الشرعية اليمنية بتصطف خلف رجل اسمه هادي، وهو رجل يعني لا يصلح حتى لإدارة سوق متواضع في أحلى مراحل السلم. لكن كل هذه التناقضات المستعصية بالتعبير الماركسي جعلت فعلا الحرب بتبدو يعني هي بتراوح ما بين لا حرب والسلم حاجة غاية في التعقيد. إنما دعيني أشير، أنا بس أعلق على كلام العميد الفاضل، أنا لم أقول أن المملكة العربية السعودية سيئة، وإنما قلت أنها سيئة السمعة، وسيئة السمعة لا تعني بالضرورة أنها سيئة. عندما يصدر الاتحاد الأوروبي في 2013 تقرير يقول أن الإمارات أن المملكة العربية السعودية أنفقت في آخر بضعة سنوات 10 مليار دولار للجماعات الراديكالية في جنوب آسيا، معظمها ذهب إلى جماعة لشكر طيبة المسؤولة عن تفجيرة بومبي. عندما يوقف البرلمان لأكثر من 5 سنين برلمان الألماني بيع حوالي أكثر من 230 دبابة للولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية لأنها بين قوسين بحسب النواب الذين كانوا يرفضون بأغلبية بأنها سيئة دولة سيئة السمعة. عندما تسرب ويكيليكس وثيقة لهيلاري كلينتون تقول فيها أن المملكة العربية السعودية تدعم قوى إرهابية تزعزع أوروبا، هذه ليست قيسي فيزي ولا هي ميكي ماوس. هذا هو المقصود، هذا ما أقصده بدولة سيئة السمعة، وليس بالضرورة أن تكون هي طبعاً دولة طبعاً إضافة سيئة. إلى الضربات الخاطئة كما يسمونها أو قتل الكثير من المدنيين منذ بدعم التحالف في اليمن، هذا موضوع آخر. إنما في الأخير الحرب في اليمن هي حرب تدخل عامها الثالث، وفي الأخير أصبحت حرب مستدامة كما قال العميد أيضاً في البداية، ونحن إنه أي دولة لا يمكن أن تنعم بأي استقرار إذا كان جارها إذا كانت النيران تشتعل في الدولة الجارة على المدى البعيد، لأنه في الأخير ستنشأ جماعات تحت الدولة، أو أي دولة غير مستقرة هي دولة تمثل وسطا جيدا للجماعات الإرهابية. وأيضا نحن نعلم أن دولة مثل إيران لا تنشط
الا في المستويات الا في مستويات تحت الدوله، بمعنى في الارض الخراب. عندما تعلن ايران قبل اسبوعين عبر مسؤول كبير ان بين قوسين ايران خرجت منتصره في حروب اليمن وايران والعراق، في الاخير انت عندما تنظرين من الاعلى الى هذه الدول الثلاث تجدين اشباح لدول، ما هو شكل النصر الذي احرزته ايران؟ في الاخير ايران لا تعيش الا على الا في الخرائب. واي اذا استمرت الحرب في اليمن ففي الاخير ايران لم تنفق شيئا بعد في الحرب اليمنيه. عندما تصبح الحرب في اليمن حرب مستدامه بلا وجهه وحرب منسيه، ستبدا ايران المراحل الاولى من الانفاق، في حين ستكون العرب والسعوديه قد وصلت الى مرحله الانتهاك. اما في تقديري الشخصي، حتى اذا لم اكن اعتمد على بيانات، فانا اعتقد شخصيا ان اول الذين سيتركون يتخلون عن المملكه العربيه السعوديه في لحظه ما هو دوله الامارات. الإمارات التي بحسب ويكيليكس في 2006 كان محمد بن زايد يتحدث إلى الأمريكان ويقول أنها دولة تحكمها الوهابية وهي دولة تدعم الإرهاب بشكل أو بآخر. في الأخير يعني أنا لا أبحث، لا أريد أن يعني أن أقول كلاما ساذجا بغرض الوقيعة بين دولتين جارتين وشقيقتين، ولكن هذا يجري. وهذا ليس موضوعنا على اي حال دكتور، هذا ليس موضوعنا على كل صحيح. حال طيب سياده اللواء، يعني الا تلاحظ انه حتى في الفتره الاخيره هناك تراجع في تأييد الشعبي للتحالف العربي من قبل كثير من مؤيدي هذا التحالف، يعني خاصه بعد يعني متابعتهم للاداء الهش والمريب يعني بعض دول التحالف في المناطق المحررة بما فيها يعني ربما نتذكر تحرير المعسكر خالد، وهو ربما أكبر قاعدة عسكرية في اليمن أو من القاعدة العسكرية الكبيرة. ألا يعني يثير هذا بالنسبة لكم مشاعر معينة بأن دائرة التأييد لهذا التحالف بدأت تضيق عليكم أكثر وأكثر، وكيف يمكن معالجة ذلك؟ لا مو بصحيح، يعني لا تضيق دائرة التأييد، إنما الحرب تأخذ عادة أطول. نحن نتحدث على حرب محدودة، نتحدث على محاولة لتفادي إصابة المدنيين، نتحدث على محاولة لإبقاء البنية التحتية، كما إنه لم يكن هنالك صراع دايركت مع المملكة العربية السعودية بقصد إنه المواجهة مع الانقلابيين، لا، هذا تحالف شكل بطريقة نموذجية، شكل بطريقة احترافية، أوكلت المهام الأرضية إلى اليمنيين. وأنا أعتقد بأن هنالك الطريق ساير، نتكلم على وجود عدد كبير من الجنود الآن إلى ما يقرب أكثر من 100,000 متواجدين في مأرب، نتكلم على إعادة مراكز التدريب العسكرية في جنوب اليمن، نتكلم على إعادة هيبة الدولة إلى حد ما، نتكلم على أن هنالك وجود نظام، الدولة أصبحت تأخذ الشرعية، وإنما فقط هذه فترة ما يعني لابد أن نمر خلالها في هذه الفترة التي هي تعتبر الحرب ضد الجماعات الغير نظامية، هي جد صعبة وهي ليست بسيطة. هذا أولا. الأمر الثاني، عندما تتكلمين مع الأخ مروان بأنه والله أنه الإمارات هي مسيطرة على المملكة العربية السعودية في التحالف، يعني أنا ما أدري على أي معايير تكلمتي حضرتك مع الضيف الكريم. نعم نحن كنا نسأل، نحن نسألك يعني لا خليني أكمل، لا تقاطعيني الله يرضى لي عليك، معليش الله يطول عمرك. عندما نتحدث على أنه هنالك انقلاب ما بين دول التحالف على بعضها، أنا أعتقد أن هذا ليس فيه من الصحة أي من كان. اليوم نرى الإمارات العربية السعودية قائمة في دعم العمليات العسكرية جهة معسكر خالد، وهي متوجهة لدعم قوات كبيرة من جهة تعز، يعني تتحدثون عن شيء والواقع يتكلم عن شيء آخر. نجد على أي حال يبدو مع الأسف يعني سيادة اللواء أنت من تتحدث عن شيء والواقع يقول شيء آخر، ما هو على الأرض يعني لا علاقة له بما تطرحه أنت الآن. أتحول بسؤال أخير للدكتور مروان الغفوري، هل تعتقد يعني تحاولت نعم. دائما يعني تعزلون الشرعية، هناك دولة مسيطرة، هذا ليس لسنا نحن من عزل الشرعية، يعني هو معروف ما الذي عزل الشرعية وما الذي تحدى إرادتها. طيب دكتور يعني مروان، هل تعتقد بأن تبدل أجندة التحالف العربي في البلد أو تبدل الأولويات فيما يتعلق بالتدخل العربي في اليمن والتحرك العسكري الكبير لإنجاز معارك معينة، ربما يعني تعد معارك جانبية أو معارك ثانوية فيما يتعلق بالهدف المعلن للتحالف، كيف تنظر إليها؟ وهل يمكن
أن تنجح هذه الاستراتيجية في إنجاز المعركة التي خاضها التحالف في اليمن أو التي يترقب إنجازها اليمنيون؟ يعني لكي لا يذهب كلامي هباء سأعيدك إلى النقطة الأولى، وهي أن المملكة العربية السعودية في التقدير السعودي للمعركة أنجزت مهمتها، وهي قاطع ما تعتقد هي أنها اليد الإيرانية في اليمن. لقد أنجزتها في أول 15 دقيقة عندما سيطرت على الأجواء، وفي أول 30 يوم عندما أنهت عاصفة الحزم ودخلت في مرحلة إعادة الأمل. المعركة السعودية التي قامت على أساس تدمير القوة الصلبة التي أعلنت ولها بشكل مباشر وغير مباشر لإيران أنجزتها، وبالتالي انصرفت فيما بعد إلى مجموعة من المحاكات مع قطر، لأنها كانت مطمئنة، لأن ذلك كان تعريق الناطقة باسم نعم، لكن دكتور يعني مروان لا زالت الصواريخ تصل إلى عمق السعودية حتى الآن، مما يدلل على أن المعركة المملكة العربية السعودية تعتقد أن معركتها قد انتهت، هي أنها خاضت حوارا مستفيضا وعميقا مع الحوثيين بعد عام كامل على شكل ما من أشكال التسوية، لأنه بمعزل كلي عن الدولة التي قالت أنها تسعى لاستعادتها. ثم أيضا خبر نشر قبل يومين في الصحف السعودية يقول أن المملكة العربية السعودية شنت غارات كثيفة على صعدة ردا على مقتل جندي سعودي، بمعنى أنه دخلنا الآن في مرحلة مستقرة. نعم، في أقل من دقيقة دكتور مروان، في أقل من دقيقة، هل تعتقد بأن السعودية لا تريد أن تنجز، يعني لا تريد أن تنجز هذه المعركة وتعيد الشرعية في للبلد وتسقط الانقلاب كما أعلنت بشكل واضح؟ أنا أعتقد أن السعودية تعتقد أنها أنجزت معركتها. نعم، أشكرك. بقية الحرب هي فعل خير بتقوم به. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور مروان الغفوري، من كنت معنا من برلين، كما أشكر اللواء محمد القبيبان كان معنا من الرياض. أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة، إلى أن ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.